طيب شيخنا، في سؤال يسأل: إنسان نوى أعمال صالحة ثم بعد ذلك يعني منعه مانع من تغيير النية، أو نسي، أو قال أجلها بكرة أسويها، هل يقول هل تكتب له العمل الصالح؟ المتقرر في القواعد أن كل من عزم على فعل الخير وأعجزه العذر يكتب له أجره كاملا. كل من عزم على فعل الخير وأعجزه العذر كتب له الأجر كاملا. كل من عزم على فعل الخير ولكن الذي منعه من فعله هو إيش؟ العذر، نوم، غفلة، نسيان، ذهول، صوارف دنيوية حياتية أنسته. إذا كان الإنسان ناويا الخير بالنية المجزوم بها ثم أعجزه العذر وقطعه، فإن الله بعظيم فضله يكتب له أجر ما نوى كامل حتى وإن لم يفعله. فإن قلت يا أبا راشد عطنا أدلة، لا تقعد تلعب علينا أنت، عطنا أدلة. نقول خذ أدلة. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. ليه؟ طيب ليش ما راحوا معهم؟ قال: حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاعد في المدينة بسبب العذر من مرض أو غيره أجر المجاهد، لأنه حبسه العذر، لأنهم لو لم يكونوا معذورين لجاؤوا. فإذا كانت نيتهم المجيء والجهاد، ولكن حبسهم المرض، حبسهم العذر، فأعطاهم الله الأجر كاملا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم، اسمعوه: من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه، من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم راح إلى المسجد، يعني بيدرك الجماعة، حبيبي عازم على أن يدرك الجماعة وفعل الأسباب، فوجد الناس قد صلوا فاته الجماعة، أعطاه الله عز وجل أجر من حضرها وشهدها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأدلة في ذلك كثيرة لكن لا نريد الإطالة.